Welcome my dear friends، اهلا بيكم حبايبي طلاب الصف الاول الثانوي. زي ما تعودنا يا شباب بنتقابل مع بعض ان شاء الله الفترة دي في مراجعة جزئية، سلسلة مهمة، سلسلة ذهبية، ان احنا ان شاء الله زي ما اتفقنا مع بعض على قناتكم المحببة المفضلة ريمون مكرم جينيوس، اللي بتمنى تدخل وتعمل سبسكرايب، تشاركني للقناة وتدعم القناة عشان نوصل لكل حبايبنا الطلاب، تبعت لزمايلك تعمل شير. هندخل ان شاء الله النهاردة مع بعض على امتحان جوجل فور لليونت نمبر 2. زي ما عملنا الامتحان الاول بسيب لك لينك الامتحان، بعد كده بعمل الفيديو ده مع بعض نشرح تفاصيل الامتحان. ان شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض السلسلة الذهبية للامتحانات ان شاء الله يونت 2. هنبدأ مع بعض عشان وقتكم، زي ما اتعودنا بسيب لك لينك الجرامر خاص باليونت ده، البريزنت سيمبل المضارع البسيط موجود على الامتحان نفسه. زي ما اتفقنا كده بنبدا نيكست. اسمك، بتبدا تكتب الاسم، اكتب انا ريمون مكرم. نيكست، بيفتح معانا الامتحان ونبدا ان شاء الله نكمل مع بعض سؤال سؤال ونركز واحنا بنعمل ريدنج. زي ما اتفقنا المره اللي فاتت قلنا يا شباب ان بالنسبه لك انت مهم جدا جدا يكون عندك تركيز في الريدنج. الريدنج بتاعك هيكون 70 او 80% من الامتحان واجابتك السليمه، مش هتعرف تجاوب بدون ريدنج بتركيز. ونبدأ مع بعض السؤال الأول. نمبر 1 بيقول لي يا شباب choose the correct answer. The operation proved a complete space. Successfully, successful, success, succeed. فرق يا مستر، succeed is verb ينجح، success is noun، successful adjective يعني ناجح، successfully adverb بنجاح. طب هنا بيقول لي a complete، it is an adjective بعد الصفات، تمام هستخدم النون، يبقى الانسر عندي success. number 2 بيقول لي she has a long term illness. long term here means، يا ترى long term هنا معناها ايه؟ serious، temporary، short، simple. هل كلمة long term في الجملة دي بتديني معنى ايه؟ حاجة مؤقتة، حاجة خطيرة، حاجة قصيرة، حاجة بسيطة. of course serious يعني خطير. number 3 the film is based a novel by Shakespeare. اتكلمنا مع بكلمة based، قلنا based on بتيجي معنى تعتمد على فكرة معينة، based in يعني تقع في مكان، زي ما قلنا Egypt is located in the north of Africa، لكن هنا based تعتمد على فكرة يبقى based on. number 4 I as well as Ramon is based Barcelona or Barcelona. انا دلوقتي عندي يا شباب as well as، بنستخدمها ازاي؟ في subject قبلها number 1 وفي subject بعدها. طب والverb، الverb بنستخدمه حسب ايه؟ ها لسه ما سمعتش اجابات، عايزك تجاوب وعايزك تكون معايا، مش عايز اتكلم انا لوحدي. يا ترى الفيرب هنا استخدمه ايه؟ اسمع اجابتك. يس الفيرب نمبر 1 I like، يبقى انا عندي هنا بستخدم السبجكت as the subject 1. what do you do after school؟ I space a nap. ترتيب هنا الادفيربز بالنسبه للبريزنت سامبل، usually talk، talk usually، take usually، usually take. adverbs before main verb، يبقى letter D الادفيربس الكلمات اللي هي بتدل على present simple بنستخدمها قبل الفعل الاساسي. number 6 the space needs more care. needs ونركز هي مفتاح الحل، cattle اللي هو ايه؟ قطع ماشية، livestock قطع ماشية، animals or birds.
يا مستر الإجابة. طيب ما الكلمتين زي بعض، إيه الفرق بينهم؟ لأ طبعا، ركز كده في الريدنج، ركز في الكلمات اللي هي المهمة دي. هنا needs يبقى أنا عايز حاجة بستخدمها singular، ما أقدرش أستخدم animals ولا birds. طيب يا مستر كلمة cattle و livestock زي بعض، بس livestock يا أبو الشباب أقدر أستخدمها as plural as singular، أقدر أستخدمها جمع، أقدر أستخدمها مفرد، لكن هنا cattle لازم plural يعني جمع فقط. Number 7. Which of the following is correct؟ Which of the following is correct؟ زي ما اتفقت معاك هنا السؤال ده معتمد جدا على الريدنج، الريدنج بتاعك هو الإجابة. يا مستر بيقول لي هنا A society is a part of community. هل society جزء من community؟ ولا A community is bigger than a society. الكوميونتي أكبر من كلمة society. A society is a part of. A community is a whole. Society ده جزء لكن community هو الكل. ولا A society is a whole. A community is a part. الاثنين بمعنى مجتمع، لكن community هو اللي جزء، لكن society أقصد بالمجتمع ككل. Egypt is a society، لكن our country, our district is a community. Letter D. طبعا society أشمل وأعم. Number 8. When we don't know who paid the money. مش عارف مين اللي دفع. We say it is antonym يعني مضاد. Synonym يعني المعنى. Synonyms المترادف برضو. Anonymous يعني مجهول المصدر. يبقى letter D. Bacteria is best hard to see by naked eye. يعني ايه naked eye؟ يعني عين مجردة. البكتيريا هنا بتعامل معاملة ايه؟ هل هي singular ولا plural؟ في كلمات كتير جدا بتبان ان هي بالنسبة لك singular، لكن انت بتتعامل معاها على انها plural. منها كلمة ايه؟ بكتيريا. بكتيريا بستخدم هنا معاها يا شباب R لأنها تعامل معاملة الجمع، لكن السنجلر منها بكتيريوم زي ميديا. ميديوم اوكي، ميديوم از سنجلر لكن ميديا از بلورال. نمبر 10. Seldom is based hard his lesson at school. He studies, they study, does he study, he does study. اتفقنا مع بعض ان الحاجات اللي بتدل على النيجاتيف زي seldom, scarcely, or never, or rarely بستخدم بعدها ايه؟ الhelping verb. يبقى letter C. Number 11. Money is based into the area by tourists. هل هنا هستخدم is brought, brings, bring, or brought؟ طبعا money تعامل معاملة singular والجملة هنا جاية passive، يبقى هستخدم is وverb في الpast participle. Letter A is brought. Number 12. Nada usually goes to the shops on Sunday. It means A. It is Nada's habit to go to the shops on Sunday. Well, Nada is in the habit of going to the shops on Sunday. Nada is used to going to the shops on Sunday. ولا all mention. وسيبك تفكر وسيبك تعمل reading وتركز كده في الإجابة الصحيحة. الإجابة الصحيحة إيه؟ هل من عادة ندى الذهاب لليوم الأحد؟ ولا ندى في عادة إنها تذهب يوم الأحد للأسواق؟ ولا ندى معتادة الذهاب يوم الأحد؟ كل واحد يا مستر. Yes letter D all mentioned. بركز ورجع الكلام معاك، راجع الكلام معاك يا دكتور. كل حاجة ممكن تبقى في دماغك، لكن عدم تركيزك في الريدنج يضيع المعلومة. Space with your help, your homework. You help, do you help, you are helped, are you helped. يا مستر ده سؤال، والسؤال ده في صيغة الباسيف. Yes، يبقى هبدأ بفيرب to be.
ومعاه كمان past participle. Are you helped؟ هل أنت اتساعدت؟ هل اتقدم لك المعونة؟ تمام؟ طيب نكمل مع بعض number 14. According to the timetable, the train is based at 7 tomorrow. لما بستخدم الـ present simple للتعبير عن الـ future، تمام؟ أنا بستخدمه مع الـ fixed time زي transport وسائل المواصلات، فهنا هستخدم إيه؟ reaches، مش هستخدم will عشان عندي tomorrow، لأن الحاجات دي fixed time. Number 15. Mr. Ramon has his villa. Paint to be painted ولا painted؟ يا مستر ايه الجرامر اللي بيحكي فيه الجملة دي؟ حاجة هنا يا شباب بنسميها الايه؟ الكوزيتيف. يعني ايه الكوزيتيف؟ بستخدم يا دكتور verb to have والpast participle، او بستخدم هنا يا شباب has وهنا his villa، يعني هنا thing، بستخدم بعد thing ايه؟ to والinfinitive بعد كده past participle. Mr. Ramon has his villa to be painted. To be painted. لأن هنا الجملة أصبحت بصيغة الباسف، يعني الفيلا بتاعته هي اللي هي هتدهن أو تزين. Number 16. I visit my grandparents. It's peace month. نركز بقى. In the beginning and in the middle. هنا مش مرة واحدة. بقول in the beginning يعني في البداية وفي النهاية. يبقى هي all once a twice a. طبعا انا كده رحت مرتين، يبقى هستخدم ايه؟ twice ولا once؟ once يعني مرة يا مستر، انما هنا الاجابة هتبقى twice. 17. His best working on a farm is used to يا شباب used to بعدها الانفينيتيف يبقى مش هتنفع، لازم verb to be مع used to، لان عندي هنا person يعني شخص عاقل، يبقى هنا is used to. 18. Lack of trust is very destructive in a. قلة الثقة ده بيعمل انهيار او دمار لإيه؟ هل relate, operation, relationship, related. طبعا انا محتاج النون بيعمل انهيار للعلاقات relationship. 19. One is peace late for work. هل هنا is never, never is, has never, never has. يما يكون عندي adjective يا مستر بستخدم كمان الadverbs بالنسبة للpresent simple after verb to be. يبقى الإجابة عندي هنا إيه؟ is never. للمرة الأخيرة في الامتحان النهاردة بس بقول لك ركز في read. Number 20 بيقول لي هنا يا شباب كده جملة سهلة إن شاء الله. Soon the news was space town. Soon the news هنا بيقول لي soon يعني حالا أصبحت الأخبار all over the town، زي expression محفوظ بالنسبة لنا all over the world. ودول كده 20 جملة اختيارية بنلخص فيهم بسرعة كده unit 2، وسايب لك في الإجزام يا دكاترة يا حبيبي يا حلوين المرة دي جايب لك معايا comprehension، تعمل لها reading، تعمل لها reading كويس قوي، وبعد كده تبدأ تعمل answer للإجابات وهتلاقي الإجابات معاك. بس أنا حبيت إن أنت تتدرب معايا على الإيه؟ comprehension، ما ننساهاش، سؤال مهم من أسئلة الامتحان. وبكده نكون خلصنا الامتحان، وطبعا بعد ما بنعمل submit هيكون طبعا أنا عندي أسئلة الكومبرهنشن مش هجاوبها، فانا هسيب لك الاسئله انت تجاوب عشان ما نضيعش وقتك. وبشكركم وبتمنى تتابعوني ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه باذن الله. هنعمل الامتحان اللي جاي على يونت 3 امتحان شامل، امتحان كامل ومتكامل. بعد كده هنخلص اليونت ندخل على مراحل جزئيه، ناخد يونت 1 و2 مع بعض، وربنا يوفق ان شاء الله. وبشكركم جميعا، ما تنساش الاشتراك في القناة.